صلاتي تبقى ربي انت الهديث. قال الله تعالى إله المغير وإذا استسقى موسى لقومه فقول اضرب بعصاك الحجر واذكر حسن الحمير وأبدع الأسر إذ وقت استسقى موسى لم موسى وراء بربل إله المغرب لقوم لقوم كثير وراء بربل دي على الله فرحك وراء بربل استسقوا يعني إن خوف لطلبوا الغالي مش يقول كل وراء وقت يسيقوا باهم أما أرشي يبنين لا عدني وطن باقوري دي إلي باقوري دي لا يواي وأنا رب دينه فأبدون كنا تدح ما أبو مغنيا وها أبويا إلا الله يبرون إله نصوران فلادا إيا الجماعة مكة تبا الودع انتو يعني إله إلا الرب ما فيه إله ما بريون إلا وحاكما إما ربنا ختم من السلالة عبد مبنى المكة سلالة يتكرره إيه يعني دعاء دعاء تتقى فأغلب على آخر يوم ما إله ما بريون جدا وها وقت ما انتم إن تدح دريم صوره ما لك أفراد ربنا كان يصوبها وصلاب يتكرر لوحد عليه ثم تأسكا بكى كذب من إمامك وإطباه إيه بذكر يعني إله ما تضرعه ودعماء الأولى تلتو بذكر ووين يأرطب على صوت عرب الله كان يسوته بكى من الله موسى قوم كي سبو وراء قد البيت استسقى موسى عن القوم فقلنا لها الأمر لنا موسى اضرب بفضع تاك أشعر الحجر بلا حقوق فليك مركع بلاح معين بهذا لليه وقديه من موسى مراك العرب لا وهو الذي فرد بثوبه وهو الرخام الخفيف فلاح يعني وينه يعني بلاح الطحنك اللي يراليه يرد العتم أيوه هذا الرخام كمكع بطنك عليه يا مرحبا مركع بلاح مراك العرب من موسى مخوها من موسى بلاح مراك العرب مخوها ويدي قوم كسو واتي دمانو وحو جبع يكسو غياري يكسو انجر قوم قرح اللي هاي الجهلو خذوا من تيمر اسمي ما لانو اسلاقا ويا بهالو الكبر وتنجري هي السبا قرم من موسى لك ولي موسى بحضرين ما اجعروا من تيمر وغير دار كبر وتنجري ويحن تيمر حيلا نكا وفقرين ايو وحو قرسنا يو شارو قبائلو وحكا نجرك اللي بجرعي انه اقر وشارعه ما كان سوق أجري أنت عايدة إلا هذا الدرية وبرع الله مما قال إلا هذا ما كان إلا هذا الدرية له وسكتوا المال أنت سكتوا الوصول كوكا من الزمن لا إذن الله دورة من مرض يسيب لحظة أدرسة ليه مسكتوا لكم قلان في الدرية يسوسون العمل ويجعل مرض قائدي هل عمرين بثلاثي جاي لا مرقى سمعه يترى الدرعب وش يسيه وقاته مرقى تقدمه صوبه يحجر صوبه يحجر وقلنا من الوقت سمعه ورمره يسيه دلحنه ورمره يسيه وعوتي دلعرقي أيضا الجماعة يقبل إسرائيل أمير سنه ما يكون يبرت الكوة بالله التالي طلبي مرقى سيطفع الأولى فيري ويحسى إلى إله مقبب وحدة لا إله مستقل مرقى يسيه مكسر قاته مركو حرتي أي يصدح ضرب أسه كل اختيبه تقرا هاي هو بالمية ما يقدر عرض يا ما له ما مركع أصل وكبر على بلاها ويكم وقتل عليه في هذا الدين ما غير بأي شيء بلاها مركع ولا أصل كل مواضيع تلعب كيف جاء بحكته بقلمه حد سبريني إكلت عشرة عينا لم يتمن إرادة كسب وعدد يعني قوم موسى لهم موسى قلني صحيح لم يتمن لم يتمن جيدا لك بني الأسر وقفت لم يتمن إلى الله تكيبه قال إلا عركب الأسر هذا دي عبد قال قال كنت أرجونا إنت مجد فيه لا أبدا مهل أن إتحاف وحال ويري رب الله وعنه قال وحي عن تبن الوليد بن عتبة منك إلى ماء الدري وهو أمير المدينة المدينة أمير كهائر بن عباس عبد الله بن عباس من يجري أسأله أبو سؤالي عن ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء ما يجب أن أفضل خسيرته كله فقال وحي عبد الله بن عباس خرج رسول الله يرسل في آية الضوء حيث الله عليه وسلم متبذلا أسبه متبذلا متبذل معلوم الوحي بل حرر موسى وقال له بلك عادي لأول الوشة قيس يا أي أرد الوشة بحى يا بدل وأن الجنود الله إله الملك دعما الله أرسمه ما رأينا توحر لك توحر لا يعني انتا في قرون سنة
يعني شاهي ما وشجمين يتايا مركة فوق إنه مركة جزء الاكتدى ليلاني مركة يعني سوق الوضع الوشق السمية أو يعني طائرة مركة فوق عليه متبذل كواسات متواضع عن الهات من سبقه ومتمدع عن الله ومتمرعه حتى عطل مصلى عن الهات اللي متكلم يبنان كاوته فرقال من برا من بركيه فولا يبنان كايا ودري فلم يخدم ليس خب آخرين خضبكم يا ايها الذين امنوا خذوا وارزقوا لهم خضبهم ولكن لم يزل كرز يزيد على النبي محمد عينه وتضرع الى وتضرع الى وتكبير الى تكبير سلام ثم تلا ركعتين لولا عليهم مدد تجي كما يسالون يسوع تجينا في العيد عيد ولا على العيد كل تكل رواه تعالى وخرج عبد الله بن يزيد جاتوك هي الم ثاني ومنعه برد العازم ورب العازم قال لم تعلم يزيد بن ارقم رضي الله عنه فاتفقا ورد البيت ايه مرحبا فقام لهم على رجليه ايه فقام لهم على رجليه مرحبا وليه الثاني على غير منبر اتوى المنبر فورين ايه ايه خضعني عبد الله بن يعني انت خضر عقل الوافع ايه عبد الله بن يزيد الانسان دعان قالوا منبر فورين الثاني ركو اتكلم الثاني مركع فيهم فاستغفر الاسلام بالبيت استغفر بالله ويجيس ثم طلعها يا عبد الله العوي بكتير يفار بالقراءة تقريبا وكل قارئ ولم يأذن ولم يقم لولا الاذان اللي ورع فيه الاذان اللي قبل من رواه البخاري عن عباد بن سمير حال غيره عن عمه الكوري رضي الله عنه قال ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم مبلغك يوم خرج ما الاصوبه حين تذكر اتوه وراء بالبيت قال وحي تحول الى مات فكا يوم حجي بن ذهب ودبركي واستقبل كل تقبيع احد يدعو قابل يدعو قابل الله وبريه ثم حول نداء وبئي في مريجي دعتها تلو بدل يدركيه تعتال لسيطة ومرندها فتاعوا باكسوا لأني لا يعوانت بجيسا وبدو يدباتر ثم صلى لنا أولة الجهر العتيد جهر فيه ما بالقراءة تقرر وكر قال رواه الخمس الآن رب الله وعنه أن يقول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يدي كما كر مكان جريا زيارة في شيء شيء من دعاء كمل الى في الاستسقاء والله حتى يرى الى الاركوع بياض الدين كل كلمه تعبان كل الاركي يعني مركه كانت عنها ممتازه لكن ارفع يعني رفع الزائده نزله رفع الزائده وكل قائد في مركه استسقاء والضربه الى يعني مركه تعبان تعبان كل كلمه تعبان كل الاركي دعمه وكل قائد رواه غمزه الاتهم متى خطبة في الاستسقاء من قدام الله هي ملك ربك يعني انت هذا تلك تجيه انا عائشة رضي الله عنها قال واحد سكننا في بكي وعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي هيودع وعملنا وحوض المدار فوق الا وياه وابا وعد عز فامر ابو منبر المنبر ابو امري فيدعى له يا لو والله يزيد المصلى بلان كان لو زي منبر ينكر فيها بلان كان لو وعدنا تذكر ورب الله يوما ما لم يخرج فيها انصاب حياه ما لم يبلغ النتيجه قال وحيت لبقرب رسول الله الى صوب حياه الله عليه وسلم حين بدا مكه صوم يغلي حاجه مش انت فرح الجيش في مكه صوب حياه فرح مكه بناك صوب حياه ولا صوب حياه بناك صوب حياه فقعد على المنبر وكفر انت فكفر وانت بوفر وحمد الله اله وما يعد وجل ثم قال يوحي انكم لو سكوتوا وحتى يغفر جد دياركم قولوا انه يود في مرور اراري واستي خاري مدر مدر كي تاخري ولا واي عن ابان الجباني عن ابان الجباني وقت جيتي عنكم ابيك ويجي الى انزلي انك بالعاي وده يعني جيالك يعني جزء بيت يفصل الى اني نادي لما دي فصل بل الكفر فكرة تدعانا لنشوف الاراري قالوا بابا يا حوالي يبسي واي خطر بقى لقوله مركز جنم في روحك ويجيني نازل إلى قد الدعاية عنك الحجين وقد أمركم الله إلهي وحيدنا من عز وجل أن تدعونا البرزات ووعدكم وحيدين يا موهي أن يتدين لكم من يقبلهم ثم قال وحي ذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله قاتل لا إله إلا كل العالمين إلا الله يفعل الله موسى من يمان بدو حضور اللهم الله وأنت الله لا يعلم المعبود حق اباطه لا اله الا معبود بحق من حق وعابد مدر الا انت علي الميلاد الغني الذي طلبته عما سواه وحكمته على غير الله ان كتبت ونحن الفقراء
أنا وحنا كوبا هم ونكف الله أنزل علينا الغيث إله الرب من سيدك رب إله من سيدك واجعل إله خير ما أنزلت لنا وحي أن يسعد جزيل قوة قوة إله من غدر وبلاغا جارد إلى حين وقتك لأنت لوجه ثم رفع يديك عمو قرقا فلم يزلك مجدنا في الرب إلى دعماء قرقا حتى بدا إله موقتي بيام الأبدين كلكين تعبانته إلى العرقين وعند الرب أمباتي أروق بجريه وزنتي إيه الضوء قرقا حدينا قد عمى كرلوقا وشاء إفلال يحرقا يقل كل كسو مكة يصوم مقانة هذيك عمى كرلوقا مرحبا بكا كل كلمة عدام كل ما أنت لأس ثم حوى ويجي إلى الناس يدكي دهر وغبكي حق قبل يوجي جيزو وغلب الرجاء وقيسي نوجي جيزي وصاك يسيدو مري ثم أقبلنا على الناس يدكي هذا وصوى قادلة ونجل وصوى دري من بركي وقصوى دري فصلى ركعتين وكتب فإن شاء الله الإله بأموري صحابة ضرور فلا عجب ولا أكبر وبرق بهم اللعين ضرور يرم بابين صوب وشيعه فكانت أكبر ولا كن فتوجه ثم أنظر الوجد ويدعى بإذن الله فلم يأتي ميسا لما المسجد المدايتي حتى طالت السيول الداك كده قدوم أي مروا وضوء داك وصعق وقلوا يمين ذاتهم فلما رأى النبي المكوعة صلى الله عليه وسلم قرعة ودك دك دك بني أرسكون إلى الكني بيها يكون عريان خلاص مركو صوت داتي سحور وصوت داتي يا مالي دربياء جدارين وقتوا بني بني وعلم عريان دك يوكل عرض الوان وحكى من واقف لي حتى بدر من يجده إلى جوفيه صلى الله عليه وسلم أيما يقص وهو يا من تعجيه يعني بس حتى يعني خلاص أبا ما يجعمل ويصير رفع وصوت داتي لكسك العريان فكيف بكل أول فقال وحي لم يعتد الحاضرية أن الله إلهي على كل شيء شيء يعتبر قدير قادر في كريمية وعني أنا عبد الله يعبدك لا إله إلا رسوله هل إلهي ما يقبل فريم الإله وأقبل رواه أبو داود بن حبان والحاكم وصححه يجلو يعني الإمام يجيب الإمام طلب الناس في الاستسقاء تبقى هذا الإمام كان إلى إله نور روب نو ويجي إله نوبري وإنه أقبله أنا رضي الله عنه قال جاء رجل بأيين من يطلع على الفرق آية نبي أمين أمين وهو يخطب أسوق الظاهر يوم الجمعة فقال له يا رسول الله هلك كل مواشي حوالي ودماله وقع بعت الصبور ودين كده ويدعين فهدي أوارب على الجائز كبير سفرائيل ودين ويدعين سواح تغنك يا ربال فدعوا الله إله الربري فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إله الربري وفي رواية برفع يزيد عمو كل قائل ثم قال اللهم أغثنا يا أيها المنذر جاد اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا يزيد هذا الكل فمطروا ولا ولادي من جمعة لرب الله إلى جمعة جمعة سيدنا النبي يعني انتي الوصل الوصل إله البرية والرب دون الرب كبير الله بي إلى جمعة الكل فجاء رجل بهدرين جمعة الرباط فقال يا رسول الله فهدمت البيوت بني واجبين وتقطعت السبل ودينك الواضع من ملك التواحي لبدو يقول لها بعدو وهلك تلك المواشي حولي بالله على السبيلو حوالي يرى عوارك تتوى بحيث بس يرغب في عيسي يا إلهي موفري فقال رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والعكاء اللهم اجعل إله يلو على رؤوس الجبال بوره كركو إله يلو والعكاء بوره سبحانه بوره وهو يجي لكوة يريد وفضول الأرضية واليها نحن الله ذلك الدوحة يعني بلوك إيه ذلك لو داق وكسر بحا ومنابتي سجلي ليس داق وكسر بحا عمك إله ومامري ملايا أورك إذا عدوه قرب وكسر بموت واحدة في عفة الرأي بس ذلك الداق إله ومامري وفي رواية الله محوى علينا إله قاركا مليين ولا علينا خوك بس زائد نغلو يا دعاء المدع إنت اللهم محوى علينا ولا علينا فانجابت ويك إذا انتهي عن مدينتي مدينة ويك إذا انتهي روح كلها كفر إني إنك يا مصطة وضي المرمى كلها كفر إني انتهي كلها مرمى إنسا قلت بني رسال الله قال فالدعالة وحي جلدة سيكمدر إلى الدعية فتولي حولها حول المدينة مدينة بنعيها إذا ولا تمدر بها قطرة مدينة هاد بدعة فوصة تبقش فمدرت الله سيريا بالعنف من المالك إلى المدينة مدينة طاو آبي وإنها أيام وفي مثل الإكليل تاج وكلام ده تاج مدينة يعني فوق أنت كلام ظل وكوها إياه
مدينه انت كليها ساق بلا وجعل من لا اله الا الله مثلا انت ساق بلا سي ساق ما لها ساق يوك روايات غاك فانها مثل الجوبه بريشه او قلم قلت مريض وانت عندك لا بريد باب بلا انت كانوا غير عندك وقت هي ودائيه كانت المغتيل عليه فهذا اهل النبي عليه الصلاه والسلام ما كثير او ربنا قرأه الخمسة الى الكلمية الله سبحانه وتعالى ما يقال عند المضر والريح خوفكم مركا ودائي اما مركا ودعوه يا عزيزي وخوفك دوائل اولي يا اما دوائل بلنبا اي دباسو وهي اللي من الله سلامة هاي ذلك ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو النبي إذا رأى المطر خوف مركه أركو قال وهو رجل اللهم سيبا نافعا اللهم اجعل إلهي واحد كي يشاء روبك المطر كان سيبا مسوا إلهه قد نافعا وحن فعيه أي فوقم المربو هلاقي سنة وانا جاي مركا مد نافعا سفي عنا ادعوه ثم اله وقدك رواه البخاري والنساء ولفظه اله النساء لفظه سبحانه اللهم اجعله سيبا نافعا اللهم اجعله مدرك وحد كدرتا سيبا مد يعني ثم نافعا وانفعه وتمثل ابن عمر بشعر ابي طالب وتمثل وحو صوقاتي ابن عمر عبد الله بن عمر بشعر أبي طالب أبي طالب شعر كيسوي الذي قاله في النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب قصيدة دير أوتري أو النبي يكو أماني في قصيدة مئة بيت وعشرة أي وقل يرتبن بيت بيهي أي أنتو النبي يرى أيوه يعني أيوه مركز يكوت وصولا يعطوك استطاقه ضربيوه يعني فما كنت أمارو بين وأمارو كل عدي أي مركة أي ويقول ما دينو أبو طالب دي وحوها يعني رياشي أما يعني قراش نيكي سيكي كونها فهي إذا دي مرضوب مرضلة مركة عصر النبي عليه الصلاة والسلام تو سوق علي وكعبة يقول لي يميت أي قصيدة دار كريو أي مركو يعني كعبنا دمر كي انتساء صاري أي أمر كي إلهي بو كبر يا قصيدة لو مركا تري قصيدة دار بيا هاي بيت كانوا مركا كسوقاتي وركات الروب في أفر تدعي تري مدو صلى الله عليه وسلم على عام الفتق بلدي جدا حوالا سيء وحي لك لي أي روب ملك السور وتمثل ابن عمر عبد الله بن عمر يعني وحو كوي سوقاتي بشعر أبي طالب فقال وحو إلى أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل وأبيض أي أي هو النبي وأبيض مد عدوي يستسقى الغمام خوفك أيالا طلبا ضرورتي أيالا طلبا يولو وراء طلبا بوجهه أسر وجهه سوى أي وجهه سوى وراء طلبا ويطلب الغيث بوجهه الكريم ثمار اليتامى وهو اسقو ثمار اليتامى اغونتا تيرسي غودي وي قفتا اغونتا يكو تيرسي هنا اسكو هلين يو عصمة يعني دورد بوية للأرامل هو انك قربك ووحو شقين يعي وح رجع اللهين عصمو ايه ينو اي اسمو وملجع وي مكا اغونتا لسلت بوية ويكو تيرسي هنا أنا مش يدتك يعني هوانك يعني فجر هينا قفك كريه المدنك الأيام ويحوائش تولي أشياء جنة يا رمع ريمه ودو كم برقية أصدق أموي تذبير آية أبو طالب مركة قبل الهجرة بنت ينتون النبي ومكاكسون هجرون استسقاها يعني لو ضرب كان النبي ومدينة مركو يميدون بو سمي أبو طالب مركة رأي هاي وانتو لنبي بسوه جنون الحرتاب ايوبا دنتي ايوبا دنتي مركا اتقع ما اسكليم استسقاها لانو نبي الهي كبر جو فوايا اتقع ما اسكليم دول لانه نزل بقريش وحاكو دا يقحض الابان اي قدر فقالوا حيدا يا ابا طالب
أقبح الوادي وادي وأبا روبي وأجذب العيال عيال كلا وأبا هذين فهلوم فسد سلمة كان الند عبي إلى الإله النووي ذي خير. فأخذ أبو طالب النبي مسوقا صلى الله عليه وسلم من وسط آية فآية أظلمة عرور يريرا أو أغيلمة حاترا عرور يريرا وهم ماشي تورني تحضر يكسوق علي وذهب به إلى الكعبة وأمسك ذهبه بها قبر كسلا أوتي به فدعا ربه مبري فأقبل السحاب من هنا وها هنا ضرورتي ودلع كرتكتي دلع كسلا كيما فأغدغ الوادي وادي الوبر وابوبي وأخصب النادي والبادي نادي يعني هو مقالة هاي أنا على سوي ما أنا لو كل ما النادي ليدا مرك النادي يباد باديه أنت وابر وابوبي هاي مرحبا أبو طالب مركزه يعني شعر كانوا قاله ولا يقال ماني رواه البخاري حديث كإمام بخاري بقولي عن زيد بن خالد وحال الولي الجاني رضي الله عنه أنه قال وحيد صلى الله عليه رسول الله إما نتجه صلى الله عليه وسلم تراك الصلح بالقلوب اللي يتيب ونقود الجيه يمنو تجيه ما سحن يجيه اللي إلاله على إثر السماء الخوف أيضا ودائي وهذين كما الرب دائي صلح يبو متى نتجيه إثر السماء يعني واحد مركو هلوين كالرب مرأ انتو دون صلح وعندون كيرداتك هو رمري نقود كذو وعلى إثر السماء سماء بمعنى مصدر بالله جدا على إثر السماء سماء يعني الرب يعني قداش يسوه لتجيه وكان من اللي لهذه كدائم قال من طرف النبي صلى الله عليه وسلم مركو النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ما تدك سوقا بل فقال وحو يلي هل تدرون من قرن إنسان ومؤكتين ماذا قال ربك ربك وحو يلي قالوا وحي لأهل الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا قرمي قال وحو يلي النبي قال الله إلهي وحو يلي أصبح وحو وابرنسي من عبادي أدومه لحال وكم جاي مؤمن بي من عليه الرميئي وكافر بي من إبو كفريه هاي خليفة هذه لدلالة الأول مؤمن بي من عليه الرميئي وكافر يعني كافر بي من عليه إبو كفري فأما من قال منك يري قفك يري مضرنا وانا لورابي بفضل الله إلهي فضلك سي ورحمتي إلهي نحريتي سأمل ورابي فذلك كان مؤمن بأنه إبنوي وكافر وحقوق كفرية بالكواكب بالكوكب حدق له كفرية حدقها مؤسا آمن نكاس وأما من قال منك بالنوء كذا وكذا مضرنا وانا الورابية بالنوء كذا وكذا حدقها البنى الورابي فذلك كان كافر بي أنا هو كفرية مؤمن بالكوكب حدق أيبنوي فقال ربك مركو الدعو مضرنا بفضل الله ورحمته ساسا سناوه ذيك النعمة الهي يبديده قال يعني حل حدك اطهي رسوعية نغنيتا راسنوا على الحلول قفكو مركا هدونا يعني عبج ذي مركا حدك النفتي سا يا ربك كيني اما حل النفتي سا ربك كيني هدونا عبج حلو مركو وقت راسو كليه هاي يروكو يماذا وحلق أصدقى عمان نلقوها بي أما حدق مركو هالكاس وكالجوه يعني تدعنوا أغبر أن إلهي نوب النسين جري معنا هذو لجي ذو حديو مالها للي يا لكن هذو حدق أمنهم وأقول كفرنا ياو مركز تب الله كي وعاصي عدنا تدعنوا مضرنا بفضل الله ورحمته رواه الشيخان حديثة مسلم البخاري أولي والمسلم ألم تروا ميين لأبين إلى ما قال ربكم ربي وحوي لمؤكتين قال وحوي إلهي وحوي ما أنعمت ما أنا نعمين على عبادي أدومه إلا من نعمة النعمة إلا أصبح وحوابري سنية إلا أصبح وابري سنية فريق فرقاء منه إلى كملة كافرين حال أيهم كفرية بها بالنعمة النعمة يقولون وحي أرميان الكواكب حدق عليك قوليا وبالكواكب يا وبالكواكب يعني يقولون بالكو يعني كقوليا الكواكب طيب الكواكب بكقوليا كواكب سايا انظرتنا نبدا سيسي الكواكب انظرتنا
طوب كواحد لو تأتي سوى حدك حدك سوبر الناس يعني حاله وفديه وأمرك أمرك الرابك إيماني وبالكواكب بيكو قوله يعني جاءنا المنظر الرابك كما أنه يمين بالكواكب حدك أي الرابك النووي آية وكفروا بنعمة الله نعمة إلهي بيكو كفريا لأنهم نسبوا المطار الرابك إلى حقوم اسمية الذي هو خلق الله إلهي وأبور إلى غيره حدك بيؤتي اليوم أنا عائشة رضي الله عنها قال الوحيد ركان النبي صلى الله عليه وسلم وحوى إذا عسفت الريخ طويس مركي دمته طويس مركي اتماد هذا بحور بدل قال وحو رنجل اللهم إني أسألك إلهي وحاك سعلم يا خيرها طويس الخير كذا وخير ما فيها وحا خيره دحل إذا كسوغل وخير ما أرسلت به وحا خيره الله لصو دري طويس الريح حقي سيكتب أقاعي وحا خيره الله لصو دري أمر بيغلتاوه وأعوذ بك وعنكام من قليا من شر عدويس سرته وشر ما فيها دحل إذا وحا قصد من شره وشر ما أرسلت به وحي لنصر دريع شره قال الوحي دريع عائشة وإذا تخيلت السماء سماء مركة يعني دور صورته والدور صور كما حلو بجيلا يعني مقدمة إن قطي أمر دريع بآد ودبني تحوق بدنا ويعني وحرائف قبصريه فلاسا عيرك دما يعني مقدم يحوم غري أي إذا وإذا تخيلت السماء سماء مركي إتبدشو والضبائل بدل إكتب عرضا من مبدو إسقبتلو تغير اللون ومبلا مدب كيسات دور سومي مسبدليا وخرج قلو كبحيا وانتقل عدن وصوغلي مر بناس وبحيا مر بو وصوغلي وأقبل وصوغ قابليا وأدبل مر وصي بحيا وصي جيسنيا مر وصوغ قابليا وعبسي دي يعني واحد نقول دونه من المؤمن واحد سوين منه يدك الرابك وهم ملايين ديا واحد نقول دونه لمؤمن فإذا أنظرت مركي الدأده سرية عن النبي قال لك إذا مركي الصفر حياول وجهي سأكتمي فعرفت ذلك وأنا قلت لك في وجهي وجهي سأ يعني كراهية ذاتي حضاء كربانا عسان كقرتي فسألك وان سؤالي ما كان عرفت يعني واحد ضروك عرفت إسسوق بسي المجد يضبي ما كان عرفته محادث لك بدأ سأرسولك يا هاي وكر باتاتا منه فقال الوحيد لعله وحال ديا ومديا وحن ثم له يا عائشة عائشة كما قال قوم عادل فلا عادل أي لانين ساسو كلمة اسكبر نقضى لديا وال كتاب تصير بنوي من دونا فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممدرنا بل هو ما استعجلتم به الريح يا أي أي هذا عذاب لي مركة تاسع إلهي كشي واحد تسوقب في مركة عكيرا عذاب في الله صور دريه اللي قوها لاقي لها وعطبعيش كود من يسي يعني محل كود من يسي إلهي سيدات بريه يساعة كود من يسي يا دريش اللي قوها لاقي اللي قوها لاقي إيه وحيبون إيه رب رب من نودة إلي رب أنا سوقب أين أفرح سنة بودوني ومقال دريش بالعوني دي مركة سي أوكي يا حركة نحن نسيه ورجلت يمين كوني صوتان فلما رأوه مركي أركان عارض المركي أركان ضرور مركي أركان مستقبلة أوديتهم والدوا لحال صوقع بيقانا وحيدا لأن هذا مثل عارض ويمدرنا الله ورابنه ما هل الرابع هو وحي الله إذا ندع على بجلو ما منوي ما تدات كويسين وشي يا سؤال انتم فعلم رواه مسلم وترمذي يتبرك بالمضر مضر كوالا بركيسا مركة أمر لي هروك ودأيه وعلى يشد لي أما مركة الدعوب يها سيبقى دعوب على الوقع بيسان لي أصله أمانة وحالي دوري رضي الله عنه قال أصابنا وحالنا أسيبي والحال نحن أنه مع رسول الله آمنا صلى الله عليه وسلم مدار الروح قال روحي إذا أمس فحسن الرسول ورسولك إلهي وفي إذا صلى الله عليه وسلم سوقه ومردي قلت أيوس كقالي حتى أتابه الروح إلى واسيبي من المدار الروح فوق كما مركة جلكي سكو دائوي فقولوا واحد يا رسول الله لما صنعت هذا أم غاسي أصبعي سنوبك مع سبود غيسا قال الوحي النبي قول لأنه رابك حديث عهد زمن كي سميدو دو يا أيوي بربه وآي آي وآي ربك يعني إذن كي سو كيمت حتى أيا رسول فصحي إذن كي إلهي كيمت تعالى كرهي وهو بركة من الله تعالى وبركة الله حديث هذا كتمد ورحمة الله صدر هذا وعصبه وكأنه صدرته موت بركة يسته هذا بيوفي عرفه
رواه مسلم. يجوز التواصل